السيد محمد سبع الدجيل هو السيد محمد بن الإمام علي الهادي عليه السلام، غصن من أغصان الشجرة النبوية الشريفة وعلم شاخص من أعلام أهل البيت عليهم السلام. ولد في قرية يقال لها صريا في المدينة المنورة، وترعرع في كنف والده الإمام علي الهادي عليه السلام، فنشأ على التقوى والورع والعلم والعبادة ومكارم الأخلاق والصفات الحميدة. بلغ من جلالة القدر وسمو النفس وعلو الشأن مكانة عظيمة، إلى الحد الذي اعتقد الناس أنه الإمام بعد أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، كما بلغ درجة من العبادة قل نظيرها، فأعطاه الله من الكرامات ما سارت على الألسن والأفواه، ومرقده الشريف ببلد يقصده أصحاب الحاجات والمرضى يتوسلون به لمنزلته عند الله لقضاء حاجاتهم. روي أن سبب إطلاق لقب سبع الدجيل على السيد محمد هو أن قبره الشريف كان مكاناً خالياً من الناس، ومن المعلوم أن مثل هذه المناطق الخالية تكون مرتعاً للصوص وقطاع الطرق، فكان الزائرون لمرقده الشريف يشاهدون سبعاً ضارياً يجوب الأرض حول القبر، وهو لا يدع أحداً من اللصوص يصل إلى زواره بسوء، حتى قال الشاعر في ذلك: ينام قريراً عندك الوفد إنه يهاب فلا يدن إلى ضيفك اللص، لعمرك قد خافوك حياً وميتاً، وهل قبل هذا خيف في رمسه شخص؟ عاصر السيد محمد خمسة من الخلفاء العباسيين هم الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز، وقد توفي السيد محمد في خلافة الأخير، كما عاصر سيدنا الكثير من الأحداث الأليمة التي جرت على الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وما جرى على أهل بيته من فجائع وآلام ومآسي. قيل في حقه الكثير، فقد قال السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة: السيد أبو جعفر محمد بن الإمام علي أبي الحسن الهادي جليل القدر عظيم الشأن، كانت الشيعة تظن أنه الإمام بعد أبيه عليه السلام، فلما توفي نص أبوه على أخيه أبي محمد الحسن الزكي عليه السلام، وكان أبوه خلفه بالمدينة طفلاً لما أتي به إلى العراق، ثم قدم عليه في سامراء، ثم أراد الرجوع إلى الحجاز، فلما بلغ القرية التي يقال لها بلد على تسعة فراسخ من سامراء مرض وتوفي ودفن قريبا منها، ومشهده هناك معروف مزور. ولما توفي شق أخوه أبو محمد ثوبه وقال في جواب من لامه على ذلك: قد شق موسى على أخيه هارون. توفي السيد الجليل محمد بن علي الهادي سنة 254 هجرية، ودفن في منطقة بلد ومرقده الشريف مفزع اللائذين وملاذ اللاجئين وسطع كالشمس وقبلة للزوار من كل مكان وفي كل زمان، وتجبى إليه النذور والهدايا، وله ما لا يحصى كثرة من الكرامات وخوارق العادات.